السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، وتحديث التحليل الأسبوعي للسوق القطري يوم 30 سبتمبر. في البداية عايز بس أتكلم عن جزء بسيط كده. واجهت بعض الانتقادات من ناس بتقول عليا فاشل، وأنا مبسوط جدا طبعا بالانتقادات دي، بس أنا عايز بس يعني أتكلم في نقطة صغيرة بإيجاز سريع، ان هم ان يعني الناس دي لما بتقول عليا فاشل بتقول عليا فاشل عشان حاجة واحدة بس، عشان هو واحد قال لي ان انا خرجت الناس اللي معايا على مزايا سهم مزايا بحوالي 8.5% ربح على سعر 93، وما يعرفش اصلا ان احنا اشترينا بعد كده كذا مرة والحمد لله حققنا ربح. وكان في حد تاني داخل يقول لي ان انا التحليلات بتاعتي كلها عكس الاتجاه. طيب عكس الاتجاه فين؟ احنا مش لما المؤشر وصل هنا عند 9932 قلنا هينزل وفعلا نزل، ولما وصل هنا تاني قلنا هيطلع وفعلا طلع، يبقى فين بقى عكس الاتجاه؟ ومعظم الاسهم الاجارة وقطر وعمان ودلالة، دلالة لما قلنا ان هو يرتد من 61 فيبوناتشي من عند منطقة 163، اهو حصل ايه هنا؟ مش ارتد وطار لفوق من 163 ل199 ووصل امبارح لمستوى ال2 ريال؟ على العموم انا ببقى مبسوط جدا بالانتقادات دي، لان مفيش حد ما يعني ملوش انتقادات او محدش هيهاجم على طول، الشخص الناجح دايما بيتهاجم. فدي النقطة البسيطة اللي انا كنت حابب اتكلم فيها. هنبتدي بقى بتحليلات بتاعتنا المؤشر العام للسوق القطري. احنا شايفين المؤشر العام وصل اللي كان لمنطقة الطلب اللي احنا كنا اتكلمنا عليها بداية الاسبوع اللي فات عند 9750 ل 9697، وصل للمنطقة دي وبدأ يظهر عندنا برايس اكشن ممتاز، منطقة شراء كويسة، وبدأ السعر يصعد بقوة. دلوقتي السعر اخترق منطقة مقاومة او منطقة عرض قوية جدا، منطقة مستوى المقاومة عند 9979، ومنطقة العرض كلها من 9979 ل 9932. طيب بعد ما اخترق المنطقة دي كانت المنطقة اللي هي الحاجز اللي قدامه اللي كان السعر كل ما يوصل عندها ينزل منها. بعد ما اخترقها واغلق فيها اتوقع ان شاء الله بكرة يوصل لل10010 او 10000، مستوى ال10014، وبعد اختراق مستوى ال10014 ممكن جدا نشوف مستوى ال10120، ومن ال10120 ده هيكون متوافق معانا مع الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة اللي معانا. الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة هنشوف السعر هيعمل معاه ايه، لو ظهرت علامات انعكاس منه هنبتدي نبيع معظم المؤشرات، او مش هندخل غير لما تظهر فرصة كويسة. لو تم الاختراق يبقى احنا هنستهدف ال10427 وبعديها ال10729. خلينا نشوف سهم كيو ان بي. سهم كيو ان بي كان من الاسهم الممتازة جدا جدا في تحركاتها خلال الاسبوع ده. كنا متكلمين في بداية الاسبوع ان لو تم اختراق القناة السعرية الهابطة دي هنشوف صعود للثمن لل18 11 وبعدين ال18 61، وفعلا السعر اخترق القناة السعرية الهابطة اللي قدامنا ووصل لل18 11، حقق الهدف الاول معانا وحاليا قفل على ال18 20، ونستهدف ان شاء الله في الفترة القادمة 18 61. ومن ال18 61 هننتظر هنشوف السعر يعمل ايه، هل هيتم اختراق ال18 61 ولا هيتم بداية ظهور علامات انعكاس منها. لو بدأ علامات انعكاس منها هنبيع الكمية اللي معانا ونرجع ناخده تاني لو نزل صحح لحد ال18 11، اما لو اخترق فاحنا مكملين لل19 11 ثم ال19 80. بالنسبة لسهم قطر الاول، سهم قطر الاول ارتد من منطقة طلب قوية عند الواحد 23 20 للواحد 27 80. المنطقة دي بدأ يرتد منها من بداية الأسبوع، شفنا شمعة يوم الثلاث أمس لاحظنا إن هي شمعة هابطة، لكن اليوم فتح وقفل على نفس الإغلاق بتاع امبارح تقريبا. أتوقع إن ما دام السعر أعلى المنطقة دي، أعلى منطقة الطلب دي اللي ما بين الواحد 27 80 للواحد 23 20، المنطقة دي كده فهو مرشح للصعود بقوة بإذن الله. تمام، ده بالنسبة لسهم قطر الأول. طيب هنستهدف فين صعود؟ هنستهدف في الواحد 47 60
51-50-50، ولو تم اختراق منطقة العرض دي منطقة بيع قوية. بعديها نستهدف 1-62-60. نشوف سهم دلالة. سهم دلالة وجمال تحركاته بصراحة، يعني احنا لما جينا حللناه قلنا هنجيب اللاين شارت، جبنا كده وقلنا فين يعني اكبر موجة وصل او السعر صعد منها، قلنا دي الموجة اللي السعر صعد بقوة منها. شايفين هنا هو من يوم 20/7 حتى يوم 26/7، وقلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنجيب اداة الفيبوناتشي اهي، ارتداد فيبوناتشي، ونرسم من القاع للقمة اهو، صح ولا مش صح؟ فعلا وصل، وقلنا المستويات اللي ممكن يرتد منها عند ال 61.8 فيبوناتشي، ده مستوى قوي جدا جدا. وانتظروني ان شاء الله، يعني حابب اقول لكم مفاجأة حلوة، ان شاء الله هيكون في محاضرة للفيبوناتشي، هنتعلم ازاي نستخدم الفيبوناتشي خلال ال10 ايام اللي جايين. باذن الله هيتم الاعلان عن ميعاد المحاضرة، يا اما هتكون في اول 10 ايام، يا اما هتكون في نص شهر 10 باذن الله. تمام، السعر ارتد من عند 61.8 فيبوناتشي بالظبط، وصعد بقوة. صعد قد ايه بقى؟ تعالوا نشوف صعد قد ايه من المستوى اللي احنا اتكلمنا عليه اهو، يعني هو ارتد علينا 2%، بعديها صعد قد ايه؟ صعد 20%. في احلى من كده؟ اكيد طبعا مفيش احلى من كده، انا عارف. طيب سهم دلالة كده هيستهدف ان شاء الله معانا باختراق مستوى ال2 ريال، استهدف معانا ال2 ريال و19 درهم. تمام، ده بالنسبة لسهم دلالة. خلينا نشوف السهم اللي بعد كده، هو سهم الإيجارة. سهم الإيجارة لو تفتكروا برضو، عشان الناس اللي بتقول على التحليل بتاعي تحليل فاشل ومعظم التوقعات بتاعتي عكس الاتجاه، مين اللي قال من هنا ان السهم هيطلع؟ مش لما السهم نزل النزول ده كله كنت انا قايل ان هو للشراء من المنطقة دي، وفعلا صعد بقوة. طيب السعر احنا اصلا كنا شارينه من حوالي 1.04، يعني من هنا تقريبا او من تحت شوية، من ايام ما كان في المنطقة دي كده لسه. مين اللي قال اشتري؟ مش احنا اشترينا من هنا، وصل لل 1.17، ولما اخترق ال 1.17 قفلنا تقريبا عند ال 1.22. وقلت بعد الناس اللي سألتني عليه، قلت لو نزل تاني تحت ال 1.17 هنبيع السهم، وفعلا السهم نزل تحت ال 1.17 وبعنا. ولما وصل هنا تاني قلنا ان هو للشراء، بس ما وصلتش عليه للشراء من هنا للأمانة. فدلوقتي انا مش هشتري سهم الإيجارة غير باختراق ال 1.22. بعد اختراق ال 1.22 هيكون في فرصة ممتازة جدا جدا للشراء ان شاء الله. خلينا نشوف المستهدفات بتاعته هتكون ايه اهو، نجيب كده باختراق ال 1.22. اول هدف عندنا هيكون عند ال 1.35-50، وبعد ال 1.35-50 هنروح لل 1.49. تمام، ده بشرط اختراق مستوى ال 1.22، لازم يقفل شمعة يومي اعلى مستوى ال 1.22 عشان نروح لل 1.35-50. نشوف سهم قطر وعمان. سهم قطر وعمان نزل ارتكز على الترند الصاعد اللي احنا كنا قايلين عليه، وبدأ يصعد بقوة. شايفين اهو الارتكاز الجميل بتاعنا، وصل لحد الترند بتاعنا وعمل ارتكاز وادانا شمعة برايس اكشن وبدأ يصعد. أتوقع إن السعر ما دام أعلى ال 86.20 وال 83.80، منطقة الطلب دي هيكون للشراء بإذن الله. نستهدف ال 92.10، ثم ال 96.50، وأخيرا ال 1 ريال بوينت 007. وطبعا لو تم اختراق المستوى ده هنروح لل 1 ريال بوينت 065. نشوف سهم استثمار القبضة. سهم استثمار القبضة احنا شاريينه في جروب التوصيات من مستوى ال 63 تقريبا، السعر مش عاكس علينا كتير، يعني عاكس علينا 1 درهم بس. احنا مش شاريين من هنا من 63، يعني السعر دلوقتي 62.10، عاكس علينا حوالي 1% او 1.5%. بس ما دام السعر عند المنطقة دي انا اتوقع له صعود قوي، يستهدف معانا 66.10، وبعدين نستهدف 69.70.
نشوف الأسهم معانا اللي بعد كده، نشوف سهم أعمال. سهم أعمال برضو ممتاز جدا، كنا اتكلمنا في بداية الأسبوع إن هو هيكون للشراء بعد ظهور الشمعة دي، وفعلا صعد بقوة، نازل دلوقتي يعمل إعادة اختبار ليها. لو وصل تاني لل91.90 وبدأ يعمل إشارات انعكاس، هنشتري ونعزز الشراء بتاعنا على سهم أعمال. هنستهدف ال98.50، ال1.014، ثم ال1.055. ده بالنسبة لسهم أعمال. نشوف سهم كامكو. سهم كامكو كان شبه سهم أعمال بالظبط، وصل لمنطقة طلب وعمل كسر كاذب، نزل عمل ارتكاز على الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة وصعد بقوة وبدأ يصعد بقوة معانا من المنطقة دي، وأتوقع إن هو ينزل يعمل إعادة اختبار تاني للمنطقة دي عند ال1 ريال، وبعدين نصعد تاني ل1.044، ثم ال1.086، وأخيرا نروح ل1 ريال و10 درهم أو 11 درهم. ده لو وصل تاني لمنطقة الطلب وبدأ يدينا إشارات انعكاس، وإحنا كده كده أصلا شاريينه من ال1.044. أتوقع لو وصل تاني هنا هنعزز الشراء بإذن الله. نشوف سهم المستثمرين. سهم المستثمرين نكبر الشارت عشان نشوف السهم. امبارح كان صعد بقوة وكان هيقفل شمعة انعكاسية ممتازة، شمعة الشمعة اللي احنا شرحناها قبل كده في محاضرة البرايس اكشن، شمعة انجولفنج، لكن ارتد تاني بقوة. لو ظهر اي علامات انعكاس من هنا من عند الحد السفلي للقناة وصعدت اعلى منطقة الطلب دي، اتوقع نشوف شراء قوي جدا جدا على السهم، نستهدف فيه ال2.18.30، ثم ال2.29.80، واخيرا ال2.39.50. بالنسبة لسهم الخليج الدولي، الخليج الدولية، خلينا نكبر الشارت ونشوف سهم الخليج الدولية وصل لمنطقة طلب عند ال1.51 وبدأ يدينا إشارات انعكاس. أتوقع إن شاء الله بالصعود أعلى ال1.60.40 أو باختراق ال1.60.40 هيكون عندنا فرصة ممتازة للشراء، عشان نستهدف ال1.73، ثم ال1.80، وأخيرا ال1.89. نشوف سهم مخازن. سهم مخازن ممتاز بصراحة، يعني هو وصل لمنطقة الطلب دي كذا مرة وبيدينا، كل ما يوصل عندها يدينا إشارات انعكاس قوية. أتوقع إن احنا بكرة نشوف عليه شراء كويس جدا، يستهدف ال5.17، ثم ال5.29.40، وأخيرا ال5.35. ولو تم اختراق ال5.35 هنشوف مستويات ال5.49.50، وأخيرا نشوف ال5.71 ال5.81، منطقة عرض قوية. بالنسبة لسهم ناقلات، سهم ناقلات قرب جدا من منطقة عرض عند ال2.71 لل2.74. لو تم اختراق منطقة العرض دي 75 للخمسة بالظبط 76، لو تم اختراق المنطقة دي والإغلاق عليها هنشوف صعود قوي جدا جدا للسهم، يستهدف معانا ال2.84 ثم ال2.88. طيب بعد ال2.88، لأن دي تمثل منطقة عرض قوية، هنشوف صعود قوي جدا. نجيب أو نصغر الشرط كده ونجيب كافة جميع البيانات عشان نشوف مستويات الصعود بتاعتنا على السهم ده هتكون لحد فين. لو تم اختراق ال2.88 هنروح هنا كده بالظبط عند ال3 ريال و16 درهم. دي فرصة ممتازة جدا 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 للشراء ان شاء الله. فاحنا زي ما قلت هنستنى اختراق ال2.76، وبعد ال2.76 هنشتري لل2.88، ولو تم اختراق ال2.88 والاغلاق عليها نستهدف بعديها ال3 ريال و16 درهم بإذن الله. نشوف الأسهم اللي معانا بعد كده. شوف سهم بروة. سهم بروة ممتاز جدا، وكنت قايل ان هو هيكون عليه فرصة ممتازة للشراء من بداية الأسبوع. طيب ليه؟ لأن السهم نزل عمل إعادة اختبار للترند الهابط اللي هو باللون الأزرق ده،
وبدأ يدينا من عنده إشارات انعكاس. والناس اللي سألتني عليه قلت لهم أول لما يخترق ال 43 اشتروا. طب اخترق ال 43 أهو، صعد دلوقتي معانا لل 53، يعني حوالي وصل معانا لربح 4.5%. أتوقع إن شاء الله استمرار الصعود لل 356، ثم لو تم اختراق ال 356 والإغلاق عليها هنشوف ال 365. نشوف سهم مزايا. سهم مزايا النهارده قفل شمعة يومي، شمعة كويسة على ما أعتقد. قفل أهو شمعة كويسة جدا جدا، منطقة دعم قوية. شايفين الواحد 14، السهم هنا كان نازل وصل للواحد 14، بدأ يصعد تاني بقوة، صعد من الواحد 14 للواحد 32. فأتوقع إن شاء الله صعود قوي للسهم. هيستهدف معانا أول حاجة الواحد 24 30، ثم الواحد 32، وباختراق الواحد 32 هنشوف الواحد 45 70 بإذن الله. نشوف سهم إزدان القبضة. سهم إزدان القبضة اخترق القناة السعرية الهابطة اللي احنا كنا محددينها له وبدأ يصعد، بس احنا قلنا مش هنشتري غير باختراق الواحد 99. لو تم اختراق الواحد 99 هنشوف صعود قوي جدا جدا للسهم، يستهدف ال 2.027 وبعديها ال 2.1660 واخيرا ال 2.44، ده بشرط طبعا اختراق الواحد 99.40. وممكن كمان نضيف معايا، يعني مش هتبقى بعيدة قوي عنها، ال 2.027. سهم المتحدة للتنمية. سهم المتحدة للتنمية مع بداية الأسبوع خدنا منه حوالي 10% مكسب، وقفلنا الصفقة عشان بدأ يظهر علامات انعكاس من مستويات الواحد 97.80 لواحد 99. دي مستويات عرض أو منطقة عرض قوية جدا، تمام. فمنطقة العرض دي أول لما السعر وصل عندها النهاردة بدأ يدينا علامات انعكاس أهو، وبدأ السعر يهبط، تمام. طيب السعر دلوقتي هيروح فين؟ هيوصل لأول منطقة طلب هنا أهو، دي منطقة الطلب بتاعتنا، تمام. أهو خلينا نظللها كده عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا، أهي دي منطقة الطلب بتاعتنا. أتوقع إن السعر ينزل ليها، يعمل لها إعادة اختبار، أو هي لسه منطقة فريش، المنطقة لسه متكونة. لما المنطقة تبقى لسه متكونة بتبقى احتمال الصعود منها بيكون أحسن وأقوى بكتير، تمام. المنطقة دي عندنا من كام؟ عندنا من الواحد 82.90 للواحد 78. المنطقة دي لو السعر نزل عندها بكرة إن شاء الله مع الافتتاح وبدأ يظهر برايس اكشن، هيكون فرصة ممتازة جدا جدا للشراء. طب ليه انت متمسك بالشراء ليه؟ عشان لو بصينا على فريم الويكلي شايفين الصعود القوي، شايفين اخترق مقاومات او مناطق عرض قوية جدا. فانا يعني بالنسبة لي اتوقع له لسه في صعود ان شاء الله عشان يستهدف معانا. لو وصل للمنطقة اللي احنا قلنا عليها يستهدف معانا الواحد 98، 1.98 80 او 85، ولو تم اختراقها نروح لل 2.17 50، ثم ال 2.29. نشوف الخليج التكافلي. الخليج التكافلي برضو ممتاز جدا وعززنا الشراء فيه والحمد لله على مكسب معانا. اتوقع استمرار الصعود لل 1.97 لل 2.027. وطبعا لو تم اختراق ال 2.27 نروح لل 2.058، ولو تم اختراقها نروح لل 2.2780. نشوف الاسهم اللي معانا بعد كده. سهم فودافون قطر. سهم فودافون قطر كان الاداء بتاعه ممتاز جدا امس، وظهر شمعة انعكاسية ممتازة وشفنا صعود قوي جدا جدا للسهم. رجع النهاردة فتح على جاب هابط وبدأ ينزل، وقفل معانا عند الواحد 26، تمام، 1.26.20 بالظبط. لو كسر القاع بتاع يوم 30/9 اللي هو النهاردة، يعني لو كسر القاع ده، هو نزل مع بداية الافتتاح كان هنا، الإغلاق بتاع امبارح كان هنا، كان عند ال 31،
والنهارده فتح على جاب هابط ونزل وصعد تاني، وبعدين مع بداية مع استكمال الجلسة هبط تاني. فأنا أتوقع لو كسر القاع اللي هو عند 1.25.50 آخر حاجة هيوصل لها 1.24.70. 1.24.70 دي منطقة دعم قوية جدا جدا. شايفين السعر قاعد يتذبذب عندها، يتذبذب، وبعدين لما كسرها هنا نزل بقوة، لكن بعد ما اخترقها هنا صعد برضو بقوة. فدي تمثل منطقة شراء قوية جدا. لو السعر وصل لها وبدأ يدينا إشارات انعكاس ممكن نعزز الشراء بإذن الله، عشان نستهدف 1.29 ثم 1.32.50، وعندنا طبعا الهدف الكبير عند 1.44 لاستكمال نموذج الكابوريا. خلينا نشوف سهم بلدنا. سهم بلدنا طبعا انا موصي عليه من ساعة لما كان 2.05، ناس سألتني عليه وقلت لهم اشتروه. دلوقتي السهم صعد بقوة، يعني صعد من هنا تقريبا حوالي 10% او 11%، 10.5%. دلوقتي السهم لو كسر ال22، لو اغلق تحت ال22 شمعة ساعة هنخرج من البيع اللي احنا كنا هنخرج قصدي من الشراء اللي احنا واخدينه، تمام؟ كده كده احنا اصلا يعني معانا نسبة كويسة جدا، لكن لو نزل هنا يبقى خلاص كده، لان هو هينزل تحت المقاومة تاني. واصلا لما نجيب فريم الديلي كده ونشوف، نجيب البيانات كلها بتاعته من ساعة لما تم ادراجه، هنلاقي ان السهم اصلا لسه جديد. يعني هو تم ادراجه في 2019 تقريبا، فما فيش اي بيانات عليه وما فيش اي مستويات قادمه ليه، تمام؟ يعني اللي هو احنا نشوف المناطق المقاومات اللي هتقابله، فما فيش اي حاجه. فدلوقتي لو نزل تحت ال22 يبقى هيهبط، لكن لو صعد تاني واخترق قمه امس يبقى كده السعر مكمل وما فيش حاجه هتوقفه. طيب قمه يوم 30 او يوم 29 كانت عند الكام؟ كانت عند ال22.26.30. لو تم اختراق ال22.26.30 هنشوف صعود قوي جدا جدا للسهم بإذن الله. بالنسبة لسهم الطبية، السهم الطبية وصل عند منطقة طلب قوية جدا مع عند ال2.016 لل91.40، وبدأ يصعد بقوة. السهم ما دام أعلى المنطقة دي شايفه بإذن الله للصعود، عشان يستهدف معانا ال2.71.70، وممكن نروح لل3 ريال. ده بالنسبة لسهم الطبية. نشوف سهم السلام. سهم السلام برضو مدام أعلى ال62.70 لل60.10، أتوقع له لسه صعود قوي ليه بإذن الله. والسهم السلام برضو لو لاحظنا، لو جبنا فيبوناتشي كده وبدأنا من أول الموجة الصاعدة دي كده أهو، هنلاقي إن هو وصل عند مستوى ال50 وبدأ يدينا إشارات انعكاس وصعد بقوة بعديها. اتوقع ان شاء الله استمرار الصعود عشان نستهدف ال69.80، وبعد ال69.80 ممكن نشوف مستويات ال92.20 بإذن الله. نشوف سهم مجمع المناعي لسه زي ما هو، احنا منتظرين اختراق ال3.19.90. لو تم اختراق المستوى ده هنشوف صعود قوي جدا جدا للسهم، هيستهدف معانا ال6.14، يعني نبقى تقريبا محققين 99% من قيمة السهم. بس طبعا هيكون عندنا أهداف قبليها، عندنا الهدف الأول هيكون عند 4.30، والهدف الثاني 6.14.30 بإذن الله. نشوف سهم مساعد. السهم برضو مازال في الاتجاه العرضي بتاعه، لكن مدام أعلى ال2.051 لل2 فلات، لو ظهرت اي علامات انعكاس من المنطقة دي، احنا عندنا هنا منطقة طلب قوية، هي دي المنطقة دي، دي منطقة الطلب بتاعتنا. لو ظهرت اي علامات انعكاس هنشتري تاني ونعزز الشراء بتاعنا، عشان نستهدف ال2.19.20 ثم ال2.22.30. ولو تم اختراق المنطقة دي والإغلاق عليها، منطقة العرض دي، نستهدف ال2.30 ثم ال2.42 وأخيرا ال2.67. نشوف باقي الأسهم اللي معانا. عندنا سهم، آخر سهمين، سهم إنماء وسهم
قطر للتأمين. سهم إنماء النهاردة بصراحة قفل شمعة ممتازة، شمعة كويسة جدا جدا جدا، شايفين الشمعة اهي اهو، شايفين الشمعة اللي هي بتاعت النهاردة دي، شمعة كويسة جدا جدا من الشموع البرايس اكشن الممتازة. وكمان عندنا لما نصغر الشارت كده عندنا دي كانت منطقة، نجيب اللاين شارت كده اهو، شايفين السعر هنا كان عامل ايه، يطلع عند الاربعة 13 وينزل، يطلع اهو عند الاربعة 13 وينزل، يطلع عند الاربعة 13 وينزل، يطلع عند الاربعة 13 كم مرة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا في النقطة دي يوم 25/8 تم الاختراق. طيب بعد ما اخترق المنطقة دي نزل هنا تاني عمل لها اعادة اختبار وصعد مرة تانية، صعد مرة تانية. لكن النهارده برضو لو لاحظنا هنلاقي ان هو عمل ديل اهو عندها وصعد مره تاني، فده بيدل ان المنطقه دي منطقه كويسه جدا وقويه جدا، ومش من السهل ان هو يكسرها. فاتوقع ان شاء الله نشوف صعود قوي للسهم الفتره اللي جايه عشان نستهدف نموذج الشارك ده، نموذج القرش المستهدفات بتاعته هتكون عند الاربعه 94 باذن الله، ولو تم اختراقها نشوف الخمسه 19. اخر حاجة معانا سهم قطر للتأمين. سهم قطر للتأمين احنا طبعا كنا شاريين من مستويات ال 2.28 وصعد معانا لل 2.40، كان الهدف الاول بتاعنا وقفلنا جزء من الكمية اللي معانا، نزل تاني لمستويات الدخول دلوقتي او اعلى من مستويات الدخول بشوية، لكن ما دام السعر اعلى ال 2.24.80 متوقع له الصعود عشان نستهدف تاني ال 2.40 ثم ال 2.54، ولو تم اختراق ال 2.54 هنعزز الشراء بتاعنا عشان نستهدف ال 2.88 ثم نستهدف بعديها ال 3.059. وده كان تحديث التحليل الاسبوعي، اتمنى اكون افدتكم، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تبعتولي على التويتر او تسيبوا كومنت اسفل الفيديو، ونشوف بإذن الله ننزل لكم كل اللي انتوا طلبتوه في التحليل الأسبوعي يوم السبت بإذن الله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.